افتتحت محافظة المنيا معرض أهلا رمضان بمدينة المنيا، يأتي ذلك ضمن سلسلة المعارض التي يتم افتتاحها بمراكز وقرى المحافظة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار تتناسب مع كافة فئات المواطنين. عدد السلع وكميات السلع متوفره كبيره جدا، وانت شايفين حضرتك في المعرض اللي بتصوره تلاقوا كم السلع كبير جدا، الحمد لله بتخفيضات تصل ل 30% ويمكن اكتر كمان من 30%. عندنا كل العارضين مستمرين معانا طوال الفتره دي لغايه نهايه شهر رمضان، ولو مد المعرض بعد كده لو حصلنا اي تعليمات وجات لنا اي تعليمات ان المعرض يمد تاني عندنا جاهزين ان شاء الله باذن الله.